حوالي نصف مليون مدني في حلب حاصرتهم قوات الأسد والميليشيات الشيعية بإسناد روسية بعدما دمرت كل البنى التحتية واستهدفت المشافي بشكل مباشر وقصفت الأحياء السكنية بأسلحة محرمة دوليا، الأمر الذي فجر غضبا عارما. غضب غسلته دموع زرفت على شعب أصبحت أرواحه سلعة تباع في سوق المصالح الدولية، وتاهت خطواته في ممرات ضيقة للموت أطلق عليها النظام اسم ممرات آمنة. الممرات الآمنة كانت مفتوحة، هن ليش سكروها أصلاً؟ يلي بده يفتح ممرات أمن ما بيقصف مدن، ما بيقصف قرى مليانة بالمدنيين والأطفال، ما بيقصف مشافي قصد خدمة الناس. ما بين العدوان الروسي والاحتلال الشيعي تظهر طائرات التحالف الدولية لترسم بعدا ثالثا لطرق قتل المدنيين. الطيران يقصفهم من السماء وداعش من الأرض وقسد من المحيط. وما بين تخار في منبج والغندورة في جرابلس أشلاء أطفال قتلوا مرتين، مرة باسم الإرهاب وأخرى بحجة مكافحته. من سكان الشيوخ تحتاني مهجرين بمدينة منبج، وأهلي هناك بمدينة منبج تحت الحصار، والتحالف الدولي اللي جاي على أساس مشان يقصف داعش هو لا عم يقصف داعش ولا شيء، يعني عم يقصف الناس المدنيين والأطفال العزل اللي ما لهم علاقة لا بداعش ولا بالديمقراطيين، يعني القصف كله عم يجي على المدنيين فورس المدنيين. هي وقفة تضامنية ضمن حملة الغضب لأجل حلب، حمل المتضامنون من خلالها لافتات منددة بموقف الأمم المتحدة من حصار حلب والاستهداف العمدي للمدنيين من قبل طائرات التحالف الدولية. وأكد المتضامنون أن فتح الممرات الآمنة هي مهمة الثوار وسينجزونها عما قريب. برغم الحالة الجوية وأمطار الخير التي تساقطت هنا وسط فيينا، يقف السوريون للتعبير عن غضبهم لما يحدث في سوريا وخصوصا حصار حلب. أمر دندش، أورينت نيوز، من العاصمة النمساوية فيينا.